مدينة عدن، أو مثل ما نسميها المدينة القديمة. أكثر شيء ممكن تصادفه في مدينة عدن في الصباح، كبار السن يمارسوا عادتهم العدنية القديمة، شرب الشاهي في المقاهي أو إلى جانب منازلهم. أكثر شيء نحن نحب المصورين إن نحن نصور كبار السن في مدينة عدن، واليوم بناخذ واحد من كبار السن وبنطلب منه نفس الطلب. يلا. الإنسان في عدن بحد ذاته عبارة عن معلم لا يقل أهمية عن معالم المدينة التاريخية، معلم طاله النسيان لكنه قدير بالاهتمام. الجلوس مع كبار السن في حوافي كريتر قد يكون جرعة كبيرة من الطاقة والأمل، وقد يكون في نفس الوقت جرعة من الألم والإحباط. ونحن اليوم بنقرب وبنشوف أي جرعة ممكن نحن نحصل عليها. كيف حالك يا حاج؟ والله تمام. الله ممكن تعرف نحن عليك؟ قايد علي عبدو، مواليد عدن. عدن انت منين؟ كم عمرك يا ولد ما شاء الله؟ انا باقي 72 كذا يعني. ما شاء الله تبارك الله. طيب ايش كنت تشتغل زمان يا ولد؟ انا كنت اشتغل بالمحل يعني بترك بالاغاني والاسطوانات والاسمو والحاجات الاغاني يعني. ايوه يعني كاستات. وكاستات ايام الكاستات. وعرق عنها وبعدين بطلنا بعد الاسمو بعد ما جت هذه التكنولوجيا الجديده دي الدواكر هبط المستوى، وقف استخدام الكاستات. وقف سلمنا المكان لواحد يعني. هو بيني وبينك حق ايام الكاستات كان لا مزاج ثاني. ايوه بيكون معك كاست. ايوه يعني يبقي معك واصل. يبقي معك واصل. هذا خرب. ايوه السيديات يخربوا، ما تجيب مره ثانيه ما تحصل. بالضبط ما تقدر تستعملها. طيب انت كشخص اشتغلت في عالم الموسيقى يعني، ايش اكثر الموسيقى اللي كنت تحبها؟ والله الموسيقى المحليه اكثر حاجه، هي هذه الاغاني العدنيه وبعض الاغاني الشماليه يعني بعض الاغاني الشماليه. تحب الطرب بشكل عام يعني؟ ايوه. من اكثر الفنانين اللي تحبهم؟ احمد قاسم، ابو مداف. ايش من اغاني لهم؟ والله كله حقهم الاغاني، كله حقهم الاغاني. ابرز اغاني تحبها انت؟ اكثر اغنيه حبيتها من احمد قاسم ايش هي؟ اشتقت لك. اشتقت لك. الله عليك يا حاج، الله عليك. طيب نحن الان يا حاج في كريتر او زي ما نسمى المدينه القديمه، فيها كل شيء جميل، المعمار، الشوارع، كل شيء. نحن كمصورين نحب نتمشى فيها، نصور الشبابيك القديمه، نصور الطرقات، حاجه كل الاثريه، كل شيء اثري وجميل هنا. بس بالذات نحب نصوركم انتم كبار السن، انتم تقرؤوا القرايب، تشربوا الشاي في الصباح. طيب عشان الان اسالك سؤال، انا هل في حد طلب انه يصورك قبلي انا؟ والله في بعض مش زي بعض اوقات يقولها هنا يجوا يصوروا ويقول لك قرأ الجريده ونحب نصورك وذا يخليك تمارس عادتك اليوميه الصباحيه اساس انه تقري ويصوروا يعني. ايوه بس ما يقروش مقابله يعني، يقبلوا مع واحد ثاني تحصلوا يقروا مقابله مع بس يطلبوك دائما. ايوه ولا اجلس جنبه اللي صاحب المقابله، اجلس جنبه يعني قرينا وذا. طيب السؤال حق، عارف انت ليش يطلبوا منك هذا الشيء؟ لا ليش يطلبوا انهم يصوروك؟ يصوروا عشان زي ما يصوروا دائما، هم دائما يعني يطلبوا يصوروك، يطلبوا الاماكن هذه الشعبيه ويشتيك انت كمان لانك انت هنا، انت روح التاريخ هذه. ايوه دائما اجينا انت الشخص القديم اللي موجود هنا. دائما اجي هنا عندك الثقافه، عندك الفكر، عندك دائما تقرا جريده، دائما تشرب شاي، مزاجك رايق الحمد لله. ايوه هنا عشان هذا دائما يقول. ايوه بالضبط. انا الان بطلب منك الطلب اللي دائما يطلبوه منك المصورين. هل ممكن اخذ لك كم لقطه اوثق فيها الوقار والروقان اللي انت كل يوم تمارسه في الصباح؟ تمام. انا اشكرك جزيلا. بسم الله انت. طيب نبدا يا حاج. اول حاجه ممكن تفعل الجريده صوره كنت تقراها. ايوه راح نقرص الشاي هنا. الشاي بحق قاشوره هنا. 1 2 3 عينك لعندي. يا سلام. 1 فتلة عندي. ما انتهينا هنا استاذي. انا اشكرك، سامح حالة تعبناك. ان شاء الله باذن الله صورت عقبه. يلا الله نستاذنك.